اسمح لي اختي، كاين هادي ب 11500 درهم، 11500 درهم مليون و 30 مليون و 30 الف ريال، هي 1050 اورو تقريبا. هادي ب 11500 درهم، هي مليون و 30 الف ريال، 1050 اورو تقريبا. يلا بارطاجيو معنا، وما تنساوش بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو معنا راه عندهم الربح ان شاء الله، ومرحبا الف مرحبا بكم. هادي ب 11500 درهم، هي بمليون و 30 الف ريال قدو، مليون و 30 الف ريال، هي 11500 درهم. هادي اللي عجبها يدخل عندي سيغ واتساب ومرحبا. 11500 درهم، هي بمليون و 30 الف ريال، 1150 اورو تقريبا، 1150 اورو. اللي عجبها يدير لها سكرين وتواصل معنا سيغ واتساب ومرحبا. 11500 درهم، هي بمليون و 50 الف ريال، الثمن اللي جيت جيد مناسب وفي متناول الجميع. اللي بغى يدير له سكرين ويدخل عندنا سيغ واتساب ومرحبا. كاين عاوتاني عندي اونسومبل، اونسومبل اللي غزال بزاف، كاين هذا ب 8500 درهم، اونسومبل الصح والعمل والمتانة. هذا باقي لنا فيه بروموسيون 8500 درهم، هي 170 الف ريال، 170 الف ريال، هي 850 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 8500 درهم، هذا غير ميزه ديال اليوم، 8500 درهم، هي ب 170 الف ريال، 850 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. وكاين اونسومبل واحد اخر داير الثمن ديالو اللي هو 10000 درهم، هذا اونسومبل ديال 10000 درهم، هي بمليون 1000 اورو تقريبا. ها هو اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. هذا بقاو لنا حبه وحده، هذو الجديد اللي عجبت لكم اليوم، هذا ب 10000 درهم. وكاين واحد اخر، واحد الميدل زواو، وانت هو الثمن ديالو هو 9200 درهم، هذا ب 9200 درهم. الاونسومبل اللي بغيتي فيهم راه اون بروموسيون، هذا ب 10000 درهم، هذا ب 9200 درهم. يلا اللي بغى شي حاجه راه فيهم كلشي، يعني فيهم سنيسلات وفيهم تعليقه وفيهم بوندونتيف والحلقات. هادو اللي بغاهم يدخل عندي سيغ واتساب، راه الثمن ديالهم ديجا عندي هاد الحبات اللي باقيين. وخلاص كاين مويدلات واحد اخرين، يعني اللي بغى ديال التاج واحد الموديل تا هو رائع، يعني اللي بغى لونسومبل كامل راه مرحبا، راه كيطلع لك ناقص. كاين هذا كومبلي ب 9000 درهم، هذا كومبلي ب 9000 درهم، هي 180 الف ريال، 900 اورو. الا عجبك دخلي عندي الواتساب اختي وصيفطي لي السميه والادريس ونمره التليفون ونصيفطو لك في 24 ساعه. هذا ب 9000 درهم، هي 180 الف ريال، 900 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 9000 درهم، هي 180 الف ريال، 900 اورو. ها هو اللي عجبو يدير له سكرين، ها البوندونتي في الحلقات، السلسله، الخاتم، كل شيء فيه. اللي يبغى اي حاجه مرحبا و1000 مرحبا به. اللي يبغى لي غورميت الودعه، اللي يبغى اي حاجه مرحبا. هذه الوديعة كاينه ب 1300 درهم، 26000 ريال، ولكن فيها هذه زايده 1300 درهم، هي 26000 ريال. هاي كاين هذا الموديل ديال الخميسه ب 1500 درهم، هي 30000 ريال، 1500 درهم، هي 30000 ريال. وكاين هذا الخريشات هذه ب 1600 درهم، هي 32000 ريال. هاي اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. موديلات رائعين، يعني صراحه شي حاجه زوينه. 1500 درهم، وهذه الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم، 26000 ريال. وهذه الثمن ديالها اللي هو 1600 درهم، 32000 ريال. هادو دي زارتيكل اللي مازال لنا شي حاجه اللي خفيفه وزوينه وظريفه. خويا غدا ندوز عندك اختي، اختي صابرينا مرحبا على راسي وعيني. هذه ب 1500 درهم، 1300 درهم، وهذه ب 1600 درهم. اللي عجبتكم ديروا لها سكرين ودخلوا عندي الواتساب ومرحبا و1000 مرحبا بكم. ثمن اللي ثمن جد مناسب ان شاء الله في متناول الجميع، اللي غيرضيكم ويرضي جميع المتابعين ديالنا ومرحبا. يلا بارطاجيو معايا اللايف، وشكرا لجميع البارطاج وعلى المساندة ديالكم لينا. ودائما راه معاكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصاص ديالنا وبيع الذهب 18 كاره، ولا ليفريزون المغرب كامل، يعني فيما كنت اختي في المغرب نصيفط لك لا كوموند ديالك. كاين هذا ب 44000 ريال، هذا الخاتم 2200 درهم. كاين هذا الثمن ديالو 2300 درهم، وكاين هذا ب 1500 درهم، هذا 2300 درهم، وهذا 2200 درهم، وهذا ب 1500 درهم. ها هما اللي عجبات شي حاجه دير لها سكرين ومرحبا. خلخال درجل كاين اختي، حرت بغيت نسلات كونطويلا بروحتها توريني. مرحبا اختي ليلى، اللي بغيتي اختي ليلى، اللي بغيتي تدخل عندي الواتساب ونصيفط لك لي موديل ان شاء الله اللي تبغي. وان شاء الله شوفي لي لايف ديالنا، اللي عجبتك شي حاجه مرحبا. اختي حنان حنا في مدينه مكناس الحسنه، وعليكم السلام اختي مرحبا. شحال داير الجرام دابا؟ تقريبا 400 درهم الغرام، ولكن كدير المليح، يعني المليح كيبيع المليح. نسيت ندوز لكم واحد الموديل، كاين هاد لا غورميت ب 5200 درهم، 104000 ريال، 5200 درهم. كاين لا غورميت جاكوار 5500 درهم. سلام، مازال ما كتب من ناخذ من عندكم شي حاجه. مرحبا اختي ناول، فوقاش ما جا الخير ينفع ان شاء الله. هادي ب 5500 درهم، هي ب 110000 ريال، 550 اورو. وكاين هادي ب 5200 درهم، 104000 ريال، 104000 ريال. اللي عجباتك دير لها سكرين ودخل عندنا سي واتساب ومرحبا.
104000 ريال وهذه ب 5500 درهم، 110000 ريال اللي عجبته يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. الثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع ومرحبا بكم. غورميت الاناناسه مرحبا اختي، ليس موسم ندوك مع السلسله شبار قصيره العوينه، مع السلسله شبار قصيره ما عندي الشوب سلسله شبار قصيره دابا ما عندي، ولكن ما حطاش حدايا ندوزهم لكم نقول لك شحال. هادي 5500 درهم وهذا الثمن ديالو 5200 درهم، 104000 ريال. الا عجبك دير له سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. وعندنا واحد الخاتم عاوتاني الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم، 3200 درهم كيجي هكا غزال، 64000 ريال، قياس صغير فيه واللي بغى قياس كبير نجيبو له. 3200 درهم اللي 64000 ريال، 320 اورو، 320 اورو اللي 64000 ريال اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 3200 درهم 64000 ريال، 320 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا به. 3200 درهم كيفاش كيجي في اللبسه، يعني كيجي عاطل العين. ها نتوما 3200 درهم 64000 ريال اللي هي 320 اورو. اختي كنحلو حتى ل 11 ونص، كنحلو معطلين شي شويه، يعني قولها تعطل شي شويه 12 عاد تجي باش ما تجيش الصباح وتبقى تسنى هنايا وما تجي في العشيه. وكاين دي غورميت ديال غافينيتي، كنت شفت عندك في اللايف واحد السلسله نتا مرحبا اختي صفاء، دخل عندي الواتساب باش نقدر نعرفها. غير صبر معنا السيوا، والله الا صابر معكم الله يا ودي، والله الا مرحبا بكم، ما حالكم؟ هذا بدينا اللايف قبيل هادشي نص عادي تقريبا. كاين هادو لي موديل ديال 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 36000 ريال دي موديل ديال غافينيتي الصح والعمل والمتانه، اللي بغى لي كادو، اللي بغى شي حاجه للمدام الاخت ديالو بالنجاح. 1800 درهم هي 36000 ريال، 180 اورو. الا عجبتك يكفيك ديري واحد سكرين ودخلي عندي الواتساب وتصيفطي لي لارتيكل اللي بغيتي ومرحبا الف مرحبا بكم. لا كوموند اما غدا ولا بعد غدا اختي ليلى. هذه 1800 درهم هي 36000 ريال، 180 اورو، 180 اورو اللي هي 36000 ريال اللي عجبتك دير لها سكرين ودخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 1800 درهم 36000 ريال، موديلات لي غزالين غافينيتي، كاين هادو ديال ليبول، كاين هاد الوريضه، وكاين هاد الموديل هادو الجديد اللي عجبنا لكم. 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 180 اورو. ها هما غافينيتي الصح والعمل والمتانه وشي حاجه ديال ديما شوبار غزاله وصحيحه. 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 180 اورو. ها هي اللي عجبتك دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1800 درهم 36000 ريال. كاينين حلقات ديال الجاكوار باقيين لينا شي حاجه غزاله، انا نوريها لكم. كاينين هادو ب 4000 درهم، حلقات ديال الجاكوار ب 4000 درهم، 80000 ريال اللي هي 400 اورو، شي حاجه فن كارسي 4000 درهم اللي هي 80000 ريال، 80000 ريال اللي هي 400 اورو اللي عجبته يكفي انه يدخل عندي الواتساب ويصيفط لي لارتيكل اللي بغى ومرحبا الف مرحبا به. هذا ب 4000 درهم. بالنسبه لي وريتهم اختي حسناء وما عاد وريتهم دابا، هادو ب 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو، 4000 درهم هادو جاكوار كيخلع، 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 4000 درهم 80000 ريال 400 اورو اللي عجباتو مرحبا والف مرحبا به، الثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع، اللي بغى اي حاجه مرحبا والف مرحبا به. وكاين عندنا عاوتاني دي موديل ديال اللي بغى صلي شي حاجه غزاله طوب واعره، ها هي كل لي بري ديال الكورميت. انا سمح دايج دابا باش نعطيك الثمن ديالها بالضبط. كاينين هادو 3 ب 9000 درهم، 3 ديال اللي بغاصلي الفن ديال السلعه هي هادي مغوديين شي حاجه غزاله ب 9000 درهم اللي هي ب 180000 ريال، 3 ديال اللي بغاصلي ب 180000 ريال اللي هي 9000 درهم، 9000 درهم اختي هادي الا عجبوك ديري لهم سكرين ودخل عندي سي واتساب ومرحبا. اصلا اوكي وسيم شكرا بزاف على المعامله ديالك والصبر اللي عطاك الله والثقه الصراحه ما عندي. الله يحفظك اختي ليلى، الله يبارك فيك، والله الا الله يكبر بك اختي. هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، خواتم كبار كاينين، خواتم كبار كاين شي بركه. هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، 3 ديال اللي بغاصلي شي حاجه زوينه وصحيحه وثمن جد مناسب. هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 900 اورو. وسيم نبغى شويه نهضر معاك، الله يشافيك اختي ليلى، والله الا مرحبا الف مرحبا بك، راه ما حالك. هذا 9000 درهم ليا غليظه خويا انا مزوقه واحد ما حداياش اختي. دابا لي زارتيكل اللي كنحط حدايا راه بوحدهم، يعني دخلي عندي سي واتساب باش نقدر نوريك. هادو 9000 درهم ليا 180000 ريال 900 اورو، 900 اورو اللي هي 180000 ريال اللي عجباتك دير لها سكرين ومرحبا. 9000 درهم اللي هي 180000 ريال عجبهم دير لهم سكرين ومرحبا. فردوس راه مسافره لتركيا، انا اللي نجلس حداك هنايا.
هادو عاوتاني لي 3 فغاسلي ب 10200 درهم، هادو ب 10200 درهم الصح والعمل، هادو سير كوموند كنصاوبهم دابا 10200 درهم، ثلاثه ديال لي بغاسلي شي حاجه غزاله. والله ما عرفت اختي ساره، نعبرهم لكم نقول لك شحال بالضبط. وهادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180 الف ريال، وهادو ب 10200 درهم اللي هي 1,400,000 ريال، 1024 اورو تقريبا. اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم، وهادو ب 10200 درهم. وما تنساوش الناس اللي كيبارطاجيو معنا ان شاء الله ينالوا الربحه معنا في هذا اليوم الثلاثاء، وبالصحه والراحه للجميع. يعني الناس كامله اللي كتبارطاجي ان شاء الله حظ موفق ليكم، وان شاء الله تكونوا من الناس اللي كيفوزوا معانا. كاينين عندنا واحد اللي دوب غاسلي باقي لنا 7000 درهم، 7000 درهم 140 الف ريال اللي هي 700 اورو، دوب غاسلي الدوره 21، 7000 درهم اللي هي 140 الف ريال 700 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 7000 درهم اللي هي 140 الف ريال 700 اورو، جوج براسليات ب 7000 درهم، الصح والعمل والمتانه شي حاجه طوب واعره. 7000 درهم 140 الف ريال، الحمد لله الرادكو راني دوزتو. هادو ب 7000 درهم اختي ليا، الرادكو راني عاد دوزتو ب 7000 درهم 140 الف ريال 700 اورو. ناقصين فيهم، ناقصين ما على كاينين تقالين ماشي على ناقصين. دابا نجيبكم شي حاجه ديال 700 800 اللي غتكون ان شاء الله في متناول الجميع، اللي كلشي يقدر يشريها. هادو اللي عندي غلاضين شي شويه، راكم عارفين الثمن كيكون طنطن. اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شحال الثمن الدملي؟ فينا هو سيدي يونس؟ ما عرفتوش فينا هو اخي. هادو الثمن ديالهم اللي 11000 درهم، 1,020,000 ريال 1100 اورو تقريبا، 1100 اورو تقريبا اللي 11000 درهم. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سير واتساب. 11000 درهم انا غندوز لكم لي كولو ديال لي كولي ديال العرايسات. شي عرفتي شنو ندير؟ خرج برا وضحك مع راسك، خرج 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 برا. هادي الثمن ديالهم اللي 11000 درهم. واش غير اللي بارطاجا اللي غادي يربح ولا اللي تقدا غادي يربح؟ اللي بارطاجا غادي يربح، كلشي غرابح. هادو الثمن ديالهم اللي 11000 درهم، 11000 درهم اللي هي 1,020,000 ريال، 11000 درهم اللي هي 1,020,000 ريال 1100 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 11000 درهم اللي هي 1,020,000 ريال 1100 اورو. دباج ديال الورده والله ما بقاو ليا اخويا. 11000 درهم اللي هي 1,020,000 ريال، فان كليف 5000 درهم 5000 درهم، 11000 درهم هاد لي 3 بغاسلي. اللي بغى اي حاجه يدير لها سكرين ومرحبا. ياك كانوا كاينين ديال مليون، هادشي ما حاضيه، حاضيه غير بانه راه كانوا بمليون، كانوا بجوج، كانوا ب 3000، كانوا ب 12، ما حاضيهش بان راه الذهب كيطلع صباح وعشيه. هادي ما شايفاهاش، كتشوفي راه غادي راه اختي راه كيتزاد الذهب، الذهب ما يمكنش يبقى ببلاصتو، الا تزاد الذهب كنزيدو معاه، الا نقص الذهب غنقص معاه. والله الا جالسه حاضيه هي مسكينه غير هادي ب 6000، هادي ب 7000، هادي ب 8000، حاضيه هي الذهب راه كيطلع الصباح ويهبط في العشيه، ملي كيهبط كنهبطو معاه، ومي كيطلع كنطلعو معاه. وديجا الكغاماج اللي كيتحكمو، ايوا شتي، هانتي بنادم يحضي يحضي شي حاجه مزيانه. بالنسبه اختي شنو اسمي منى، منى ما عقلتش علاش ساره، ساره انت عندك هاد لي بغاسلي هادو، ما عقلتش علاش شحال تفاهمت معاك عليهم داك النهار ياس، ولكن نشوفو ما عرفتش. المهم هما لي بغاسلي ديالك تنقول لك في البريفي، نقول لك الثمن ديالهم شحال طاحوا لك. جاكوار ديال اليد كاين اسيدي موحى مرحبا، كاين هادو، هذا جاكوار ديال اليد 2700 درهم، 2700 درهم، وكاين هذا 5500 درهم 110000 ريال، 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. هذا الشيء الناس دابا هي حاضيه غير الثمن. لا اختي زبيده جاوبينتي بطريقه زوينه، انا كان هكا الجواب ديالي بشحال هذا. هذا الثمن ديالو اللي هو 2700 درهم 54000 ريال، وهذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم اللي هي 110000 ريال اللي هي 550 اورو ديال هادوك نزال دوز. مرحبا اختي ليلى على راسي وعيني. كاين هذا ب 5500 درهم، هذا جاكوار الكبير، هذا جاكوار الكبير ديالهم 5500 درهم، وهذا الثمن ديالو اللي هو 2700 درهم 54000 ريال هي 270 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. وما تنساوش البارطاج
اختي ساره، ولاني واش داك الطريقه دابا انت كتكتبي لي هذه زعما بحال انت راك اياه زعما كتبغي تبيني الناس راه اياه انت كتزيد هادشي اللي بغيتي تقولي لي دابا انت بغيتي تبيني لي بان راه كنزيد وراه الذهب كيتزاد لا زدت راه الذهب كيتزاد ايه واش شي بنادم انت عاوتاني ما عرفتي ما احترمتيش بنادم راه حنايا كناس زعما كنبيعو راه حتى حنايا عاوتاني ما كنبغيوش لي يبقى يقيسنا في الخصوصيات ديالنا. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو 180 اورو اللي 36 موديلات دي غافينيتي اللي هو غزا اختي هند مرحبا و1000 مرحبا بك. وهادشي اللي حاضية ولا قليل الادب هو انت اختصار ونكذب عليك انا واخا الناس هما يسمحوا لي الناس اللي كيشوفوا ولكن قليل الادب هو انت. هذا الثمن ديالي هو 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو وديجا انت ماشي غوا باش غادي نتعامل معاك مزيان ديجا من قبيله انت داخل اللايف قدام الطنطن دابا فيا ما نبلوكيك ولا ما نبلوكيكش نخليك تباني في المستوى الحقيقي ديالك. هذا 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو اللي عجبتي ديال السكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو 180 اورو والله الا بنادم هادشي اللي حاضي حاضي هو غير هذا والحد ديالك كيداير هادشي ما حاضي حط الدفتر هذوك صحاب كونيكسيون 5 دراهم ما تدخليش عندك ما شاريه ما والو راني حاضيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنادم على مستوى عنده والله الا داك صحاب 5 دراهم والله الا الله يعفو عليا منه الله يحفظك اختصار الله يكبر بك. كاين هذا الموديل هذا اللي هو 1000 درهم 20000 ريال 20000 ريال اللي هي 100 اورو تقريبا اللي عجباتي ديال السكرين وتواصل معايا سي واتساب. 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 100 اورو سير اخويا كلمك سلعه غزاله الله يحفظك الله يحفظك اختي مالا تبارك الله عليكم تبارك لي تبارك الله عليك الله يحفظك اختي سمية. انا دخلت سي واتساب واحد شويه ديجا راني داير لايف بالتليفون ديالي داكشي علاش. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. هادو ب 1000 درهم وهذا الثمن ديالهم اللي هو 700 درهم اللي هو 14000 ريال 70 اورو وكاين هذا الموديل هذا. المهم انتم عقلوا معايا على لي بري والناس اللي كيبارطاجيو ما يساوش بانهم راه عندهم الربح ان شاء الله ومرحبا و الف مرحبا بكم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وكاين هذا لي موديل هذا ب 1400 درهم وهذا سرك اختصار. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 28000 ريال هي 140 اورو تقريبا اللي عجبو يدير السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. هذا 1000 درهم 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 100 اورو اللي بغى يدير السكرين ويتواصل معنا سي واتساب. وكاين هذا الموديل هذا ب 1400 درهم هي 28000 ريال وكاين هذا الثمن ديالو اللي هو 700 درهم 14000 ريال 70 اورو اللي عجبات يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ورقم الهاتف دائما ايبانكلي لكم في لاباج ومرحبا و الف مرحبا بكم. ها انتم عقلوا لا لي بري ها انا دوزت لكم دي موديل ديال 3 دي عاوتاني موديلات اللي رائعين اودي راه خليها هنايا تنبح حتى حنايا والله الا بنان النهار كامل هو ناشط كيجي شي واحد هذيك 5 دراهم عنده الكونيكسيون ما فين هاي فديها كيقول لها جي نجي عند واسيم نفديها فيه. واسيم هنايا بحال جالس هنايا وجالس على ظهرها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الثمن ديالو اللي هو 700 درهم هذا الموديل هذا اللي هو 14000 ريال 70 اورو والله العظيم الا شي وحدين هنا بعدا بحال هادي ماشي ودابا ماشي على تعود على بحال دابا هادو انت كتهضر من الصباح وهي جالسة طن 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 كتحكي على الدبرة وراك زدتي وراك هذا ودرتي 5 درهم كونيكسيون سيري ديريها لولادك ياكلوها ولا ديريها لهذا جاي لعندي انا كتجي تفدي فيا انا هذاك 5 درهم ديال الكونيكسيون كديرها وتجي لعندي انا صافي جلسي في دارك لا لا وجلسي هذا لا بنان كده. كاين هذا الموديل هذا اللي هو 700 درهم وكاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 900 درهم 18000 ريال هي 90 اورو اللي عجباتي ديال السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا بكم. هادو 900 درهم وهادي 700 درهم هذا الفرق بيناتهم في الكراماج ديالهم. يلا ما تنساوش بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو شكرا للجميع على البارطاج وعلى المناسبه ديالكم والله العظيم هادي تنسل الفضيحه معادني وهي راه مين بديت انا دابا اللايف وهي خدام عليه وراك زدتي في هادي نقصتي في هادي وديجا هاد الناس هادو ما كتلقاهمش كيشرب بحال هادي ما كتلقاهاش كتشري. انا ماشي ما كنقول لها زعما تشري عندي ولا شي حاجه انا صافي تجلس وتركن وتفرج في اللايف وتكومونتي تقول واحد القول اللي يقدر بانه يطلعك في المورال ديالك ماشي اللي تجلس هنايا وحنا جالسين هنا باش نتعصب انايا شنو نجلس انا شنو نستافد من هادشي كاع انا
ما عندي حتى استفاده، انا الكليان هو اللي كيستافد في هادشي كامل. الكليان كيعطيه بثمن زوين ونتهلا في هادشي، هو اللي مستافد الكليان. انا شنو مستافد في هادشي؟ انا نربح ربحو بلا هادشي. والله الا دابا تبقى تدخل هنايا لا وزتي ولا زدت رزقي خلصوا لي باك انايا هادشي. دابا بقى يبين لك دابا بنادم شي هضره تقولها اللي ما عمرك قلتيها. جاكوار مرحبا اختي، انا غندوز لك الجاكوار. مرحبا باسليت اختي، مرحبا ليلى تبارك الله عليك. انا نوريهم لك هادو تخوا بغاسلي، انا نوريهم لكم. سمحي لنا اخويا ولا صديقه ام عمر، والله الا سمحوا لنا خارج المغرب والله ما كرهنا ليكم، والله ما كرهت. كنت كنصيفط كنت كنمشي غير تمايا انايا بعدا كنت جبت لكم السلعه بيدي. كاين هاد لي تخوا بغاسلي ب 15000 درهم ليا، مليون ونص 1500 اورو تقريبا. الله يبارك فيك اختي فدوى، والله العظيم الله يحفظكم. 15000 درهم ليا، مليون ونص 1500 اورو. بالعكس انا كيجي لهنا اللايف باش اللي يطلع لي المورال بان هاد لي لايف انا شحال مره كنحس نبغي نحبسهم. زعما شنو مدخلين عليا؟ مدخلين على الكليان. الكليان كيشري ب 1000 درهم زايده، دابا راه عنده دخلت لقيتها نايت. يلا دخلت لقيتها دار الكليان. والله العظيم دابا ما عنديش انا استفاده في هاد الشيء، يعني الكليان ناقص بزاف كاع. والله العظيم لا ناقصين بزاف باش الكليان كيبقى على خاطرو كتستافدوا. يعني كنتي كتشري شحال هادي بواحد الثمن حتى الذهبيه رجعوا مرفقين حتى هما في الثمن. والله يسهل على الجميع، ماشي دخل انا دخل عندي انا هنا تجي تركبي فيا انا الاعصاب 5 درهم دايره دخلي عندي انا هنايا ترتقي لي انا المره. لا الله غير السلام وفين. مرحبا اختي هاجر الله يحفظك. الحمد لله حنا في مكناس. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1000 درهم 20000 ريال، هذاك الشيء اللي كاين. والله هذاك الشيء اللي كاين. ودابا بنادم هكا تابنا مسكين اول مره دخل لهنا كيجي في كيسحب له راه راني داير هكا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 1000 درهم 20000 ريال 100 اورو. 100 اورو اللي هي 1000 درهم هي 100 اورو تقريبا. هذا موديل ديال الفيس بحال قلتي، موديل ديال الفيس هنايا فيه وزيد دي تري بيل شوز ما شاء الله. الله يحفظك. شوف دابا لي كومونتير ديال الناس، ها انتم كيفاش داير. والله ما عندي غرض انا بشي بيع وشراء ولا شي حاجه، عندي الغرض بان كلشي الناس تعجبهم هاد لي زارتيكل كنوريهم يشريو في مدينتهم ولا شي حاجه نوريكم هادشي. وما زعما ما عنديش المهم انا في هاد البيع ولا هادشي. انا عندي انا ولفت هكا وكيعجبوني الناس. هما كيقولوا لك راه كدير شي حاجه زوينه لبزاف ديال الناس، كتوصلهم السلعه حتى لباب الدار، كتوريهم بلا ما تخرج السيده لبرا ولا تقلب وشحال من واحد باش بلا ما تبقى تحمق راسها. فهمناش حنايا البشري ديالنا د المغرب. والله المغاربه عندنا شي وحدين بالرب وما طيحوك لا طلعوك، هو غير باش نقولها لهم. حنا اللي اوروبا اش نديرو هادشي تبارك الله. لا لا رشيده والله الا مرحبا، والله الا مرحبا بكم. تبغي شي حاجه شي واحد من العائله ديالكم ممكن تكلفوه على راسي وعين. انا ما عليا غير نصيفطك لا كوموند في المغرب، يعني المغرب هو اللي جهدي عليك. برا راك عارفه ممنوع اختي علينا. ها انتما غنوريكم لي موديل ديال غافينيتي. هادو دي موديل ديال غافينيتي. صابرين براسلي خفيف تبارك الله عليك اخويا، براسلي خفيف شي حاجه موديرن. مرحبا عليك اخويا وسيم، اثمنه مناسب وسلعه الطب والتعامل رائع. الله يحفظك اختي ام ايمن، شكرا لك بزاف الله يكبر بكم. نفسك كتعطينا فكره على الاثمنه باش منص، وهداك الشيء اللي كاين كنعطيو فكره على الاثمنه ونعطيو. زعما بزاف ديال الناس راه شحال من واحد شحال من واحد كان كيشري بواحد الثمن رجع كيشري بثمن قل، رجع كيفهم كيعرف. وعرفنا بزاف ديال الحوايج، وماشي حنا جالسين هنايا جالسين صحاب. انا جالس مسالي راسي انا نبقى ساعه وانا خدام ولا لا؟ مرحبا هو هادي بثمن هذا، وشنو هاد الاستفادات؟ شي حنا راه في الحانوت هكا راه كيجيو الناس كنردهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1700 درهم. خويا وسيم ديها في خدمتك ما تعصبكش، راك معروف انت انسان. ماشي دابا كيجيك شي واحد في الطريق وديجا كتكون على نبشه وكينبشك وراه كيلقاك اصحاب. لا انا غادي نقول لها لا وهلا لو كليون سي تان غوا ولا هاد صافي بنادم كيقيسني في شي حاجه ديالي وهذا. يعني ما ماشي رزقك، ماشي صابو لي با باش تجي تقول لي لا وما تقولش هكا ولا ما ديرش هكا ولا تهضر هكا. هضرتي هكا انا هضرتي ما الاول هكا. هادو 1700 درهم فيهم الصفر وفيهم البيض وفيهم هذا اللي صفر وبيض. اللي بغيتي دي ثلاثه الاول اللي بغيتيها مرحبا والف مرحبا بكم. ما كاين حتى مشكل، اي حاجه عجبتكم دخلوا عندي الواتساب وما يكون غير خاطركم ان شاء الله. ايه كنعرفو اسمي ميرسي بكم. مرحبا والله الا مرحبا. ورينا خويا سماس مغيزه خير الله يفرحك. مرحبا اختي بشر امين، انا نوريهم لك واخا ما كنت غندوزهم، راني ديجا كندوزهم دائما. مرحبا ما كاين حتى مشكل. ها انت غندوز لك طابلو ديجا واللي يعجبك اختي انا نعطيك شي بخي هنايا. المهم نعطيك نعطيك افاده عليهم تشوفي الثمن شحال داير. كاين هاد لي موديل هذا، هذا مثلا هاد الموديل هذا راه الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30000 ريال.
الله يحفظك ام ايمن، والله الا تبارك الله عليكم والله العظيم، الا نتوما اللي كتخليونا نزيدو زعما نزيد في هاد لي لايف وهذا. ما انا انا الكليون ديالي اللي نخدم غير في هذاك الواتساب بارك. هذا الثمن ديالي اللي هو 1400 درهم في مجال الذهب. الله يرحم لك الوالد، انا غير عند النجاح هذاك الشيء اللي كاين. بنادم كتخليه كيدير واحد الله العظيم عاد كتسحب 5 درهم. السيدات كاين شي ناس هنا ما عمرهم كومونطاو، كيشريو معدنا نيشان كيدخلوا الواتساب ما عمرهم حتى كومونطاو. هذا الثمن ديالي اللي هو 1500 درهم اختي، هذا ب 1500 درهم تقريبا، تصف كامل وقريب 1500 درهم، تصف الفوقاني كامل 1500 درهم. المهم اللي بغيتي اختي ديري لها سكرين، وهانتي عافاك دخلي عندي الواتساب ودوري لي على الحاجه اللي بغيتيها ونعطيك الثمن ديالها. اه دابا اختي غادي في طلوع في الطلاع ديال الذهب، هادشي زوين ما شاء الله. الله يحفظك انا تبارك الله عليك. هذيك الكوميت الغليظه 11500، 11500. الله يحفظك لاله مونيا تبارك الله عليك، الله يكبر بيكم. صافي الله يهديك وراه بالعاني، باغي نعسبوك ماشي ما مولفش انا، غير بنادم كيجيك في الطريق وصافي ما هذيك ما دير. هذا هو بنادم شي سيس خبو عندي. كاين شي حاجه لا بغيتيها دخل عندي سي واتساب ومرحبا. سوقش تجي وحده من اخر الدنيا تعكر لك مزاجك، حنا زعمنا معاك عارفين كل الناس. والله يعمرها لك، الله يحفظك اختي ساره، والله الا الله يكبر بك، والله الا الله يحفظكم. هذا زعما كيف كنقول لكم انا، هاد لي كومونتير هما اللي كيحفزوك والله العظيم. لا ماشي زعما كتقرا شي كومونتير بعض المرات، راه بعض المرات هي كندوزو عينينا وهذا، ولكن بعض المرات ما اخويا ما عندك غرض بيا، علاش داخل عندي انا، علاش علاش انا تجي تعكر لي الراس ديالي وتحمقني، واش انا دار لي شي حاجه باك خلصها عليا انا هنايا، ولا صاوب لي شي حاجه هنايا، ولا شي حاجه كتسالها لي، واش ما فهمت انا والله ما فهمت بالله. انا هو زعما صحاب لهم دابا حنايا مواكن هنايا، غدير لنا كارت ميموار راه كنساو، راه واخا الخدمه هكا راه كيجيك شي واحد الله العظيم راه كيطلع لك تمشي غير الدم. الناس اللي جاوا الروطار راكم ما عارفين والو، عندكم صحابكم انا داير هكا، راه ما دايرش هكا، انا راه نشيط ولكن راه ريبوا لنا الحفله. اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بون كوراج، الله يحفظك لاله هوبي، شكرا لك بزاف، والله الا الله يحفظكم، والله الا الله يرحم لكم الوالدين. اختي ما في، جيتي غوطا، جيتي مع الاخر، جيتي مع الفينال. واش دير هذا هو البشر. الله يحفظك اختي نور، والله الا الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. داش يا الله يحسن العون، والله الا انا ستنش لكم زين حسن ما شفتو الشهاده ديال الله يحفظك ام ايمن، والله الا الله يحفظكم والله العظيم. تعس كتحس الجو ديالك بس انا عرفتي انا ما كنتعصبش دغيا والله العظيم. انا الناس دابا اللي كيعرفوني وهذا مزيان يعني في التعصب ما كنتعصبش دغيا، ولكن ملي كنتعصب راه عرفتي راه يكون غير صاحبي معايا حدايا هنايا كيبقى يشوفني كيقول لي يا صاحبي صافي طلعتي لي نتايا انا الدم. غير السيد هنا كيكون معايا في المحل محمد وهذا، والله الا كيكون معايا في المحل كيقول لي طلعتي لي الدم صافي، ما كنطلع كيطلع لي الدم على شي حاجه نيشا الناس مي. والله هذا داكشي اللي كاين دابا، جات حتى هي هذيك في الطريق وصافي، ما انا ما كيطلع لناش كاع الدم. كنبقاو دائما بردين كنشوف الكومونتير وكنبقى ندوزو وكندوزو شحال من حاجه، والله الا شحال من حاجه كندوزوها، ولكن دابا ما فهمت انا هاد البشر ديالنا ديال المغرب كلنا واسم تضامنا معي. والله الا كل والله ماشي دابا ما بقيتش مع الثوره كبيره انا صافي، من هذيك الهضره صافي. شنو وقع حتى مول الذهب صلاح ليهم الذهب، صلاح ليهم الذهب ما فهمتش اختي محليل. الله مولم الله يحفظك، هذا لله احسن تعامل وتصايصا. الله يحفظك اختي ماريا، والله لا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. الله اللي بغى يقول شي حاجه مو هذاك انت ديما طوب. الله يحفظك اختي داوديات، شكرا لك بزاف، قلب دير بوز ساعتو لله داكشي اللي كاين. الله يحفظكم، الله يخليكم. ايوا صافي راه سالينا اللايف، شنو بغيتو عاد نزيدو على هادشي راه ساعه دوزناها. اي والله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل على الجميع. اللي بغى شي حاجه يدخل عندي سي واتساب، ديجا ما بقيتش قادر نكمل دابا، الله يحفظكم حتى الغدا ونكمل لكم ان شاء الله، نوريكم دي موديل اللي جبت الجديد عندي الجديد، ولكن راكم عارفين صافي دابا دازت ساعه اصلا ملي كيكون انا عندي المورال طايح ما نقدرش ندير اللايف. ديجا كنعكرت على الناس اللي معايا هنايا كيتعكر لهم الجو، ايوا سمحوا لي وصافي ما ديهاش فيهم تخطات كلنا واسمه.
والله الا مت انا ما سخيتش بيكم والله العظيم، كنا كنجي ناشط زعما وخبر والله العظيم، كنكون طالع لي الدم ونجي لهنا كنضحك مع الناس زعما، ياك ما كتسمعش الصوت ديالكم مي داك الباسلي باج با، ولكن زعما كتحس بالحماس، كيكون الحماس. خويا خاتم 60، اختي انا ما عرفتش شنو هو الخاتم ديال 60، ما عرفتش كي داير. مرحبا بكم غدا ان شاء الله نعودكم في هذا اللايف هذا، وسمحوا لنا بزاف، الله يحفظكم لينا كلنا واسيم الله الا الله يخطيكم علينا والله يحفظكم، الله يعاونك اخويا سير ترتاح، داكشي اللي كان مشو ارتاح شويه وتبارك الله عليكم، شكرا لكم كاملين وتصبحوا على خير، الله يعني الله يحفظكم، الله يرحم الوالدين.